شوف الحال اللي فين وصلت امام مسجد الهدى في حي السلام هنا في سيدي سليمان. هذه المدينه دمروها، همشوها، زادوا الازبال، هي مدينه لا يرثى لها. وزادكم عباد الله التنوفيات، واش عباد الله التنوفيات ما لقينا ما بغاوش يحيدوهم لينا في جميع المناطق. هذا الحي هذا راه جا وسط المدينه، حي السلام، ها هو مسجد من اكبر المساجد هنا في مدينه سيدي سليمان، ها هو جا تشوف عباد الله. هي اليوم الجمعه والناس غتصليو والنوفيات هاكم تحشومه، راه عيب وعار. تنطلبوا خويا وزير الداخليه وتنطلبوا جلاله الملك. بالنسبه لحنا السياسه راه ما تنطيقوا حتى شي واحد، خلصوهم كاملين عمال النظافه حتى واحد ما تخلص فيهم كاملين. راهم تيديروا اضراب، داروا اضراب البارح، داروا اضراب البارح، اضراب اليوم، والو ولا يتحرك ساكنا. سلمى شنقول لك، هادي ثلاث ايام ما خدموش، ما عرفناش علاش، واش ما كيخلصوهمش، واش كاين شي مشكله في البلديه صراحه ما عرفناش. هاد المدينه ماشي اول مره كفيها الازبه، راه ديما العام كامل هي مزبله هاد المدينه، راه ما كتزاد فيها حتى شي حاجه. راه 30 عام وحنا كنعيشوا في هاد المدينه، عمرنا شفنا شي حاجه تغيرات ولا شي حاجه زيانت. سيد سليمان كامله دايره هكا قدام المسجد، ها هو هاد المسجد هذا راه معروف، مسجد الهدى حي السلام، راه معروف هاد المسجد هذا. انت كتشوف الحاله كيفاش داير، يعني هاد البلاصه راه شي حاجه راه نقيه، يعني تنقول لك هذا السونتر فيل ديال سيدي سليمان شوف كي داير، ما بالك بلايص اخرين. الطلب ديالهم هو يساووا الحسابات ديالهم ويخليوا الرجال النظافه يخرجوا يجمعوا الدنيا هذه. على حسب ما سمعت ان المجلس البلدي ما خلصش عمال النظافه شي ثلاث شهور، ما تخلصش تقريبا شي شهرين ولا ثلاث شهور، والناس راك عارف العواشر وبزاف ديال الحاجيات وزادوا بزاف ديال الحوايج. خويا سيدي سليمان راه كلشي عارف ان مدينه مهمشه، ما فيها لا مرافق، الزبل راه تشوفوا دابا المده ديال 4 ايام والزبل كيتلاوح. اخويا اش نقول لك، لا اله الا محمد رسول الله. تقريبا كل 100 متر غتلقى، كل زنقه غتلقى قدام زباله بحال هادي. الطلب ديالنا اخويا يشوفوا من حالنا اخويا، ويلقاو مش يلقاو حل مع ذوك الناس، وحنا راه كنعانيو. كنعانيو بزاف، تنعانيو من الزبل وتنعانيو من التهميش وتنعانيو من بزاف ديال الحوايج. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.